بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، صياما مقبولا وأجرا ثابتا إن شاء الله تعالى، وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. استمع رجاء، استمعي، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله عن سورة من سور القرآن إذا أنت قد قرأتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: لا يموت قارئها حتى يستغني هو وولده. أي أن الله سبحانه وتعالى في آخر عمره إذا لم يكن قبل ذلك يغنيه، وليس هذا فقط، هذا الغنى يبقى له ولأولاده من بعده. أي أن الله سبحانه وتعالى عندما تكبر في السن لن تتعب، الله يغنيك ويجعلك عندما تكبر في السن تعيش في سعة من الرزق، تعيش في سعة من العيش. نجد أن البعض ربما يكبر في السن ويتأذى ويبقى دائما عمله، يعني دائما عمله كدا كدا، متعبا، فيه مشاق كثيرة إلى غير ذلك. ولكن في ضمان هذه السورة بأن من يقرأها هذه السورة لا يموت حتى يستغني هو وولده، أي أنك عندما تكبر تعيش في سعة من العيش، ترتاح، وأولادك أيضا يرتاحون من بعدك بأن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليهم. ما هي هذه السورة؟ رجاء استمعي. ورد في كتاب خواص القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قرأ سورة مريم لا يموت حتى يستغني هو وولده، ويعطى في الجنة مثل ملك سليمان عليه السلام. الضامن من؟ النبي صلى الله عليه وآله. لا يموت حتى يستغني هو وولده، ويعطى في الجنة مثل ملك سليمان عليه السلام. فإذا اقرأ سورة مريم بهذه النية، بأن الله سبحانه وتعالى يغنيك من الفقر، ويغني أولادك أيضا في حياتك ومن بعدك. جرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.